اي بي جيمنج وفيديو جديد. احنا عيله متكامله جامدين واسطوره، اكتب اي بي جيمنج شوف مين يطلع لك في الصوره. بدانا من الصفر عملنا جيل بعد جيل، جبنا ال 100,000 وعدينا المستحيل. وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال، اكيد يا ابطال كلكم يا ابطال فاكرين الشخص اللي اسمه نستر يا ابطال. نستر الشخص يا ابطال اليوتيوبر اللي ظهر قدامكم دلوقتي ده على الشاشه، المفروض اللي هو كان عمل مشكله قبل كده، ان عمل فيديو قبل كده وهو ده يا ابطال الشخص اللي قال ان لعبه روبلوكس هتتقفل يوم 1/1/2023 ومحدش يدخلها والكلام ده، ومحصلش اي حاجه اصلا. والمفروض يا ابطال بردك دلوقتي بيقول ان لعبه روبلوكس غير امنه. غير امنه ازاي يا جدع؟ انت مره تقول لنا اللعبه هتقفل ومره تقول لنا اللعبه مش امان، ولكن المره دي يا ابطال جاب معلومات بجد حقيقيه. المفروض يا ابطال الفيديو اللي ظهر قدامكم دلوقتي على الشاشه، الفيديو ده يا ابطال بيحذرنا من هاكر هيجي جديد في لعبه روبلوكس، والهاكر ده بصراحه يا ابطال يعني اسمه غريب، هاكر حتى الموت. يعني يا ابطال ده بقى ايه، ما بيرحمش خالص، يعني مثلا مش هيعتزل وكده، لا لا ده بيقول لك ده انا هاكر لحد الموت كمان. الموضوع بصراحه يا ابطال انا كنت فاكره زيكم عادي جدا وما خلاص بقى وكل شويه هاكر، ولكن الموضوع فعلا طلع حقيقي. انا ابطال كده نشوف يا ابطال ايه اللي بيحصل، عشان في صور المفروض يا ابطال هي دي شكلها، هو ده شكل يا ابطال يعني لون بشرتها. وهنبحث دلوقتي يا ابطال طبعا كمان شويه يعني على الحساب بتاعها. خلينا دلوقتي يا ابطال نكمل المقطع مع بعضينا، والمفروض اسمها انتل ديس. بالظبط يا ابطال انتل ديس كريبي باستا، والمفروض يا ابطال كله خايف جدا من اللي البنت دي تيجي مره ثانيه. ما اعرفش بصراحه هي جت امتى مره اولى، ولكن لو اي حد يا ابطال يعرف عنها معلومات يكتب لي تحت في الكومنتات على طول. واخيرا يا ابطال جه الوقت اللي احنا هنستخدم فيه حساب ايفل ديفل 365. متحمس جدا بصراحه يا ابطال للتحقيق النهارده، عشان هيكون قوي جدا ويكشف لنا اسرار عن هاكر جديد، والهاكر ده بيهدد لعبه روبلوكس في الايام دي. يا ترى يا ابطال تتوقعوا هيعمل ايه؟ قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تحط لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا. الهاكر يا ابطال اسمه انتل ديس، فخلونا دلوقتي يا ابطال نكتب المفروض او ماي جاد، اكيد مش هو ده يعني يا بلال، ده الهاكر ده يا ابطال يعني فتح اخر مره من 7 سنين. خلينا يا ابطال نجيب الاسم ده كده وندوس على بي بول. متحمس جدا يا ابطال، خلينا دلوقتي ونشوف. المفروض يا ابطال نفس لون البشره بتاعتها. خلونا ايه ده، ثانيه، واضح كده ان اسم حسابها مش هو اللي كتبناه. المفروض يا ابطال في واحد مش اي، يعني هنا يا ابطال بدل الاي هنكتب رقم 1. او ماي جاد، لا لا واضح يا ابطال فعلا حسابها وات. او ماي جاد انا افتكرته متبند. عايز اقول لكم يا ابطال من بره وهو من غير صوره كده واضح جدا ان الحساب فعلا متبند، ولكن يا ابطال في الحقيقه ان الحساب يا ابطال مش متبند، ده يعتبر ابطال تبنيد ولكن يعني بان مؤقت بس. الماب يا ابطال بتاعتها جايبه اكتر من 128,000 فيزيت. ايه ده، ثانيه، 550 لايك و200 ديسلايك واخر تحديث من سنه، هي الماب دي حقيقيه بجد ولا ايه؟ اقول لكم يا ابطال الحمد لله انا فاتح دلوقتي حساب التحيات، يعني اقدر اعمل اللي انا عايزه في اي وقت. خلونا دلوقتي يا ابطال ندخل على الماب ونشوف يا ابطال جواها ايه. زي ما انتم شايفين يا ابطال دلوقتي احنا داخلين على الماب، وفي طريقنا بجد يا ابطال احنا ندخل على الماب. يا رب يا ابطال ايه ده؟ او ماي جاد يا ابطال، سامع حاجات غريبه، لازم اعلي لكم الصوت. الماب بتحمل وكل حاجه فيها بتحمل، المفروض ان احنا كده تمام. او ماي جاد، لا 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 لا، ايه ده؟ او ماي جاد، وين از ذا اي؟ وات؟ ايه ده في ايه؟ ايه اللي بيحصل بقى ده في الشارع؟ او ماي جود، ايه ده؟ والله رعب، هو اللي بيحصل ده بجد؟ لا 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 لازم اشوف جوه ايه اللي بيحصل، ايه اللي جابك انت يا وينز دي انا دلوقتي؟ وده وقتي والله، انت بتخوفيني كمان. ثانية يا ابطال خلينا نتأكد ونشوف ايه اللي بيحصل ده. او ماي جود، انا خايف اقف في النص يحصل حاجة، والله ايه ده، انا خايف يا ابطال والله بجد يحصل، والله خايف. بقول لكم يا ابطال انا مش عارف ايه الهاكر دي يا ابطال بصراحه، يعني انا شايف الموضوع فيه حاجه غريبه ومريبه كمان. تمام، ايه ده، ما تقوليش دي توابيت. وات، لا مين الناس دي؟ طيب اوه والله انا نزلت تحته، يو يا رعب، انا نزلت تحت التابوت. في حاجه بتمشي هناك، والله العظيم في حاجه بتمشي. ايه ده، وصلت في حاجه بتمشي، شايفينها؟ والله خفت، والله العظيم خفت يا ابطال، ده مفيش غير انا وينس دي هنا. يا نهار ابيض، ده طلعت اهي، طلعت يا ابطال وزيت وقالت ايه ده؟ واضح كده يا ابطال الماب دي او ماي جاد بعد والبرق حرفين يا ابطال، بوظ عيني اقسم بالله بوظ عيني. خلينا ابطال طيب نحاول نطلع فوق البيت ثانيه كده. طيب ايه اللي ماشي ده؟ ده طلع على الهواء اللي بيمشيها. خلينا طيب يا ابطال ندخل كده. ايه ده؟ قابل تفاحه،
وعشان اكل التفاحه ليه بقى؟ اومي جاد، كلت حته تفاحه. والله يا بطل حاسس ان في حاجه هتحصل لي وهتحول اكتر من انا اصلا متحول كده. ثانيه يا بطل، طب نحاول نفتح الحاجات دي؟ ما ينفعش. اومي جاد، رجع دول بقى. اقسم بالله يا بطل، ايه ده؟ بياكلوا لحم بشر؟ وات؟ ايه ده؟ والله يا بطل انا قلت لكم ان في حاجه غريبه. لا 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 لا، يا ريتني والله. انا مش عارف اعمل ايه يا بطل مع المنظر ده. بياكلوا فعلا يا بطل لحم؟ ما انا مش عارف، انا بفكر وحاسس ان دلوقتي ابطال مش عارف ايه اللي بيحصل دلوقتي. يعني مش عارف اتصرف ازاي في الموقف ده. لو بيديني تفاحه واكلها، واضح ابطال التفاحه دي فيها حاجه غريبه. يا لهوي، الله يرحمنا يا جدعان، الله يرحم. ثانيه، هي دي تفاح؟ وات؟ كمان انا اكلته من على الارض وكمان باكله بجد من على الارض؟ ثانيه، او ماي جاد، انا فعلا باكل تفاح من على الارض وباكله فرحان. لا لا، انا حاسس ابطال هيجرالي حاجه، والله بجد ابطال هيجرالي حاجه بسبب او ماي جاد. بص ايه ده، ايه ده، هو ايه ده يا ابطال؟ ثانيه، طب ماشي، خلوها ابطال كده، ننزل كده، ماشي كده، ايوه ماشي. ايه بقى اللي هنا؟ او ماي جاد، والله رعب، والله ابطال اجواء مرعبه غير ابطال الرعد والبرق اللي بيحصل ده دلوقتي في الماب. اوه والله خفت يا ابطال. بس حاجه غريبه برضه يا ابطال، الشخص اللي جوه ده يعني شكله غريب وبيحضر حاجات عجيبه، معرفش هو ده تبعها ولا ايه. ولكن فين بقى ابطال؟ ايه ده؟ هي من ورا عامله كده ليه؟ او ماي جاد، بس برضه يا ابطال حاجه غريبه، فين الحساب الاصلي يا ابطال بتاعها؟ هل ده فعلا ابطال حسابها؟ وقال هي دي يا ابطال الماب اللي هي عملتها اللي بتخوف بيها الناس؟ لسه يا ابطال ما عرفناش اي اثار عنها اكتر. خلونا نطلع ونتاكد. زي ما شفتوا يا ابطال الماب، بجد بجد الماب غريبه جدا وبتخوف قوي. انا بصراحه مقلق جدا ومش عارف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. ولكن يا ابطال، المفروض يا ابطال الحساب ما بيفتحش بقاله سنه، واخد يا ابطال كوليكشن، يعني من الواضح ان دي بنت كده ابطال. المفروض اللي دي بنت، لان حتى ابطال في المقطع باين قوي ان هي يعني باين قوي ان هي بنت، تمام. والحساب فعلا ابطال بنت، يعني ابطال كده يعني فعلا يا ابطال هي انثى، تمام. يعني انا بصراحه ابطال حسيت ان ممكن تكون يعني ممكن يكون ولد وبيعمل بنت. طبعا انتوا ابطال اكيد عارفين روبوت بوبي والالعاب اللي كانت بتلعبها معانا زمان. ولكن الغريب يا ابطال اللي هي مش عندها ولا اي صديق ولا عامله لاي حد فولو. يعتبر ابطال جايلها اكتر من 6000 فولو بس، فالموضوع بجد كبير. عايز اقول لكم يا ابطال كمان على حاجه، ان اليوتيوب ده ابطال اللي بيقول ان روبلوكس مش هتكون في امان الفتره الجايه، وعمل تحقيق عن البنت دي. البنت دي تقريبا يا ابطال بعتت له ناس، والمفروض يا ابطال اللي هو شكل راسه اللي يعني اللون الاحمر، وبصراحه يا ابطال شكله بيخوف جدا جدا جدا. يعني بجد يا ابطال مش عارف ايه ده، وبعت له رساله غريبه وبيقول له ان انا عايز اعمل معاك فيديو وانا هاكر. يعني تخيل كده واحد بيقول لك، بقول لك ايه، انا هاكر وعايز اعمل معاك فيديو. اكيد طبعا هترفض، وبصراحه انت ممكن تخاف ترفض بسبب انك لو رفضت هتتهكر. ايوه في هاكرات يعني اشرار جامد، اسالوني انا، ايوه انا خبره في الموضوع ده. المفروض يا ابطال ان اليوتيوبر الاجنبي ده بعد ما شاف الرساله دخل على حسابه ولقى يا ابطال ان الحساب جديد اصلا، واكتشف في الاخر ان ده هاكر تاني. يا دي ام الهاكرات. عايز اقول لكم يا ابطال، الموضوع لحد دلوقتي ملوش نهايه. فعلا يا ابطال الموضوع ده ملوش نهايه، لان كل شويه هندخل في حقيقه جديده وحاجات عجيبه جدا. عايز اقول لكم يا ابطال، لو عجبكم مقطع النهارده ما تنسوش يا ابطال تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، عشان يا ابطال بجد في مقاطع جايه جامده جدا الفتره اللي جايه. متحمس جدا وان شاء الله خير. اتمنى يا ابطال يكون عجبكم فيديو النهارده، وبس كده. يبقى جيمنج ابطال الجيمنج وي، سلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى. اوه اديله اوه، يلا ولا